اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في مطبخ الشيف مجد. اليوم غادي نوجدوا باذنجان بطريقه مختلفه، بطبيعه الحال باذنجان مقلي. لكن قبل ما ندوزوا للطريقه مع المقادير، غادي نطلب من الناس جداد انهم ينزلوا دابا يضغطوا على الزر الاحمر، وبطبيعه الحال ما ينساوش الجرس. والناس اللي معنا ديما ما ينساوناش من جيم والبارطاج، ولا عندهم شي حد من الاهل ديالو يبارطاجيو معاه هذا الفيديو باش تكون القناة شوية متحركة ويكون عندنا مشتركين جدد. إذا على بركة الله غادي ندوزو وغادي نشوفو طريقة التحضير وكذلك المقادير. إذا بطبيعة الحال كما قلنا هذه الوصفة كتعتمد على الباذنجان. غنحتاجو هنايا واحد جوج حبات الباذنجان، حبة هذا لو كان الباذنجان يكون طويل شوية وما تكونش فيه ديك الزريعة القاسحة. بالنسبة لهاد جوج حبات ديال الباذنجان غادي نحتاجو ليهم ثلاث بيضات، نحتاج لهم ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق ناعم، يعني دقيق عادي. نحتاج بطبيعة الحال قليل من الزيت للقلي، يعني زيت المائدة. نحتاج بالنسبة للبهارات ملحة وبزار وثوم، إلا عندنا ثوم مجفف مدقوق نديروه، ما عندناش نحاولو نديرو واحد الحبة ديال الثومة وندقوها مزيان مع شوية ديال الملحة، وغادي نكتفيو بداك القدر ديال الثومة. يعني ونحتاجو هنايا الكفتة تقريبا واحد 100 غرام حتى 120 غرام حسب حجم الباذنجان اللي عندنا. إلا ما عندناش الكفتة نقدر نعوضوها إما بالكاشير، نقدر نعوضوها بالسوسيج المعلب، المهم أي حاجة عندنا، وحتى الدجاج ممكن، فقط الدجاج اللي غنديروه خصو يكون مسلوق. وبطبيعه الحال بالنسبه للخضار غادي نستعملوا هنايا جزره صغيره او نصف جزره كبيره الى عندنا. غادي نحتاجوا تقريبا 4 حتى 5 حبات من البصل الخضر. هذا البصل الخضر غادي نقطعوه ونغسلوه بطبيعه الحال. اذا على بركه الله اول حاجه بطبيعه الحال غادي نقطعوا الباذنجان. انا نحاول نقطعوه دوائر تقريبا واحد سنتيم، ما نفوتوش هذاك الحجم ديالو وما يكونش اصغر من واحد سنتيم. كي قلت هي مزيان الا لقينا الباذنجان يكون عندنا طويل شويه كتكون مزيان، فقط غير ما يكونش ثاني طويل ورقيق يعني في الحجم ديالو، ولا ما كانش فيه الزريعه راه كيكون احسن. كان الزريعه ما عندنا ما نديرو لان حسب النوعيه ديال الباذنجان. كما قلت لكم الباذنجان عنده فوائد كثيره جدا، غنخلي لكم في صندوق الوصف. هنا اول حاجه غادي نديرو الملحه، ناخذوها في شويه ديال الملحه القليل باش يتلق لينا هذاك الماء اللي فيه، وبطبيعه الحال ما غاش يشرب لينا حتى الزيت، ما غاش يشرب لنا الزيت بزاف. ولا نقدروا واحد حاجه اخرى، نديرو واحد الصلاديات ونديرو فيها الماء والملح ونخليوها فيه تلقى تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، بين 4 و 5. من بعد نحيدوه ونشفوه مزيان، ديك الساعات ما كيكونش يعني قابل انه يشرب لينا الزيت في القلي. لكن هذيك الحاله ما نديروهاش الا كنا بغينا نصاوبو مثلا الزعلوك، اولا كنا بغينا نديرو واحد الباذنجان في مع شي مرقه، لانه حتى ديك المرقه ما غاديش يبقى يشربها لينا وما غادي ياخذ لينا حتى الطعم ديال ديك المرقه. اذا غادي نبقاو على هذه الحلقه وندوزو للمرحله المواليه. اذا المرحله المواليه هي تقطيع هذا البصل. غادي نقطعوه تقريبا دوائر رقيقه جدا. اول حاجه نتاكدوا بان هذا البصل ما فيهش هذاك العظم القاسح اللي كيكون هنا في الوسط، يعني نحاولوا يكون عندنا فريش هاشك هكا. غادي ناخذوا بلا ما نديروا كميه كبيره بحال هكا نقطعوها باش نتحكموا فيها، بشويه بشويه نديروا كميه صغيره بحال هكا، وغادي نمشيو على الشكل. ديما السكين ديالنا نمشيو به بحال هكا، والاظافر هي تكون موليه على الشكل هكا، يكون رقيق شويه، ما يكونش حول، ما يكونش عندنا هاد البصله تكون غليظه بزاف، حاول تكون رقيقه ما امكن. بالنسبه لطريقه تنظيف هاد البصله زي ما كنقول ماشي نغسلوها تحت الماء ونستعملوها، لا، نحطوها في واحد الصلاديه بحال هادي تكون صغيره حسب الحجم ديال البصله اللي عندنا، نكبوا عليها الماء، نحركوها مزيان، نخليوها ترتاح تقريبا واحد دقيقه، ونخشيو يدينا بحال هكا ونهزوها ونحطوها في صلاديه اخرى ونعاودو نكرروا العمليه. لان درنا هكاك الرمله كتبقى فيها او التراب كيبقى، وكنعاود نهزوه في ذاك الطريقه باش غسلنا الا كانت خاطئه، وغادي نديروه في الاكل ديالنا. اذا الطريقه الصحيحه كنديروها في الماء وكنحاولو نهزو بيدينا ونخليو الماء في الصلاديه، ما نكبوش، ونديروها في اناء اخر ونكرروا العمليه حسب تنشفوا البصله ما بقاش كاين في الماء تحت ذاك التراب. ديك الساعات كنكونوا
كنستعملوها يعني بامان، ما كنخافوش ان يكون في هذاك التراب اللي يقدر يزعجنا في الاكل ديالنا. اذا غادي نكمل هذه البصله وغادي ندوزو للجزر. اذا هنا بالنسبه للجزر بطبيعه الحال البلاصه اللي قطعنا فوق منها هذيك البصله ضروري نحيدوها ونغسلوها او نقلبوها الى كان مسموح بذلك، لان غادي يبقى الرمله في ديك الجهه ونقطعوها رغم اننا غسلنا البصله. الجزر غادي يشيل لنا غادي يهز هذيك التراب اللي كانت. اول حاجه اما اننا نقطعوا الجزر على الطول او نقطعوه على العرض من بعد نقطعوه على الطول، هذه هي احسن طريقه نقطعوا كنديروا القاعده ديالو، من بعد نقطعوه شرائح رقيقه جدا ونبقى على شكل هكا حتى نكمل جميع الشرائح. ومن بعد غادي نجيب حتى بوحده ما كاين حتى مشكل، نسال على شكل هكا نقطعوها رقيقه جدا على شكل هكا، من بعد نحاولوا نقطعوها تعطينا شكل مكعبات صغيره جدا هكا كتسمى في المطبخ برينواز على شكل هكا باش تعطينا حبيبات صغار على شكل كيما كتشوفوا. وغادي نبقاو على الحال هكا حتى نقطعوا الجزر كامل. اذا بعد ما قطعنا الجزر كما كتشوفوا قطعنا الحريف هذا يعني البصل الاخضر على شكل هكا، نضيفهم على بعضهم على شكل هكا نحطهم على جنب. هنا كتشوفوا الباذنجان بدا كيطلق داك الماء ديالو يعني تفاعل مع الملحه، غادي نمسحوه مزيان وغندوزو للمرحله المواليه. على شكل هكا نمسحوه مزيان من الملحه، وبطبيعه الحال غادي ننتبهوا لواحد الحاجه، الا غادي نديروا الملحه نعرفوا بان ديجا ملحنا هاد الدنجال. وغندوزو للمرحله المواليه اللي قلنا اللي ديال كيفاش غنصوبوا الدنجال. بطبيعه الحال اما نستعملوا سكين وغادي نجيو نخليو واحد سنتيم ديال العرض على شكل هكا ونقطعوه دائري على شكل هكا. اولا لان القالب باش كنقطعوا الحلوه ولا حاجه نقدروا نستعملوه على شكل هكا. كتشوفوا الا كان عندنا حاجه كبيره بحال هذه نعاودوا ما كاين حتى مشكل نعاودوا نقطعوا، المهم غير ما نخسروش الدوره نتاعها تكون مزيانه. وغادي نديروا هذه العمليه كلها لهذا الباذنجان. من بعد غادي نحاولوا نشدوا الباذنجان الا عندنا غليظ بحال هكا تروح يعني الوسط ديالو تروح هذا الشكل كامل. ومن بعد نقطعوه نفس الشكل عفوا كي قلت بحال هكا، قد تقطع ولا تهشى ما كاين حتى شي مشكل لانه هو ساهل هو يطيب. يعني الباذنجان كله اللي درت كله غادي ندوزو لهاد المرحله فقط لربح الوقت، بغيت نوريكم الشكل اللي غادي ندير. يعني نقطعو بحال هكا وغادي نضيفو لهاد المكونات. اذا نتلاقاو من بعد ما ندير نصاوب الدنجال ونضيفو لهاد المكونات كما اذا بعد ما قطعنا الباذنجان كما كتشوفوا درنا مع باقي المكونات ديال الوصفه ديال اليوم. فقط واحد النصيحه بالنسبه للسيدات اللي كيستعملوا هذا الباذنجان، فقط يحاولوا يديروا لي غون ديالهم او الصبعيات لانه كيكحل الاصابع. هنايا كما كتشوفوا الجزر والبصل الاخضر والباذنجان قطعناهم، غادي نضيفوا لهم الكفته. كي قلت الا ما كايناش الكفته نقدروا نعوضوها ب دجاج، فقط الدجاج نحاولوا نسلقوه شويه يعني صدر الدجاج او لا الكاشير او لا السوسيج المعلب. هنا غادي نديروا ثوم نديروا فلفل الاسود حتى اللي بغيتوا ديروا لها مع الحار ما كيحتاجش مشكل يعني كيبقى الاختيار لكم. الملحه قليل جدا لان الباذنجان ديجا رقدناه في الملحه قليل جدا، وبطبيعة الحال ملعقة ونصف كبيرة من الدقيق. وغادي نضيفو البيض وغادي نحركو هاد المكونات كاملين. بسم الله
اذا غادي نحركوا هذه المكونات مزيان او نمزجوهم مع بعض. تعطينا واحد الخليط متجانس. اوكي قلت بالنسبه لهذا المكونات هادو يعني راه جد سهلين. فقط اللي علينا هي هذيك الفته خصها تحل مزيان باش ما تبقاش مجتمعه في بلاصه وحده. وهذا الدقيق هذا راه هو اللي كيعاونها باش كتشد لينا ملي كنبغيو نطيبوها. هناك كتشوفوا الخليط تقريبا صلح جاهز. اذا هنا اول حاجه غادي نحاول نديروا القليل من الزيت ما نكثروش، حنا بغيناش نديروا واحد الحمام تاع الزيت، فقط القليل. حركوه شد لينا كامل المقلات. اول حاجه خص ضروري تكون عندنا غطاء لهاد المقلات، يكون عندها واحد الغطاء ديالها. غنحاولوا نحطوا الباذنجان. بسم الله هاشكل هكا كما كتشوفوا. ماشي ضروري الزيت تكون سخونه، لا في الاول ماشي مشكل. هنا غنحاولوا نضيفوا هاد الحشوه كما كتشوفوا. بسم الله نحاولوا نخدموا شويه، ما نحاولوش نعمروها بزاف، شويه هذه عمرتها شويه هنايا، لكن نحاولوا نخدموا شويه نحركوها في المكان تاعها، يعني المكان اللي في فضينا من الباذنجان. بقاو على شكل هكا شويه بشويه، نحاولوا نسرعوا شويه كما كتشوفوا. بعد ما نعمروا كل هذا الباذنجان غادي نغطيو عليه تقريبا واحد دقيقه باش حتى داك الدقيق يحاول يطيب لينا من الوسط، ما يبقاش ما طيبش. والباذنجان خاصها تحمر من كل الجوايح، يعني من جهتين خاصها تحمر الباذنجان. يعني واحد الوصفه جد سهله لكن لذيذه، باذنجان مقلي بطريقه جديده. طبعا هكا كما كتشوفوا حاولوا قدوا كل شيء الحشوه. هنا الدقيق ضروري، يعني ما كانش الدقيق ما غاديش تشد لينا هذه الحشوه. وغادي نغطيو عليها تقريبا واحد دقيقه حتى دقيقه ونص ونقلبوا هذيك الساعه. مره نحاولوا نطلعوا اليوم ونشوفوا يعني الشكل ديالها من الاسفل تكون محمره، يعني باقي كتشوفوا هنايا. غادي نقلبها ما كاين مشكل، الزيت ما يكونش قليل ما يكونش كثير وما يكونش قليل بطبيعه الحال كما كتشوفوا. يعني مقلاه ما عمراتش الزيت لكن ضروري خصنا نغطيو عليهم. شوفوا نحاولوا الان نقلبوا هذا الباذنجان كما كتشوفوا. نتيجي رائع مع الكلمة. حمار حشوة رائعة لذيذة. وغادي نبقاو على شكل هكا حتى نوجدو كل الباذنجان اللي درنا. إذا غادي نتلاقاو في الشكل النهائي مع الباذنجان. إذا هذا هو الشكل النهائي بالصحة والراحة. بطبيعة الحال كيجي على شكل ديال البرجر تقريبا بحال شكل هكا كتشوفوا. يعني كيجي فيه حشوة لذيذة يعني ورطبة. وبالنسبة للتقديم ديال هاد الباذنجان كنقدموه مع أي صوص بغينا. أنا هنا قدمته مع سويت تشيلي. لا روسيت راه كاينه في القناه، يمكن لكم انكم تصاوبوا في البيت او تشروه في المحلات جاهز. وهذا الطبق هذا كي قلت لكم انكم تقدروا ديروه كطبق مرافق لاي وجبه عندكم، تقدروا ديروها كطبق مرافق او حتى ديروه حتى طبق رئيسي
مثلا في العشاء او في هذه فتره الصيف، لان الانسان في الصيف ما كياكلش بزاف بطبع الحراره. اذا كما ما قلت لكم دائما، نتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ شيف مجيد، وما تنسوناش من جيم وبارتاج والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.